انا بدات كره السله في النادي الاهلي من وانا عندي 10 سنين، التحقت بمدرسه كره السله في النادي الاهلي، بعد كده بدات في فريق الميني باسكت، بعد كده تدرجت في فرق الناشئين لغايه سن 17 سنه. سن 17 سنه ده تقريبا كان سنه 2003 او 2004، دي كانت بدايتي كلاعب محترف مع فريق الدرجه الاولى. ده الوقت اللي انا صعدت فيه، بدات اشارك فيه مع فريق الدرجه الاولى كلاعب اساسي في سن 17 سنه. بعد كده بدا مشواري مع فريق الدرجه الاولى من 2003، موسم 2003 2002 لغايه 2015، ده كان اخر موسم ليا في مع النادي الاهلي. فانا طبعا يعني بعتبر نفسي يعني ابن من ابناء الباسكت في النادي الاهلي، بحيث ان انا يعني شاركت من وانا عندي 9 سنين او 10 سنين. اخويا الاصغر مني برضو كان من ناشئين النادي الاهلي، اخويا الاكبر مني كان من ناشئين النادي الاهلي، فاحنا تقريبا فتره شبابنا كلها او الصغر او كده كانت كلها طبعا في الباسكت في النادي الاهلي. فالنادي بالنسبه لنا طبعا هو البيت الكبير بتاعنا، موجودين فيه من واحنا صغيرين. كنا يعني كنت سعيد حظ ان انا ابقى يعني احد الأعضاء الرياضيين اللي هم بيساهموا في بطولات النادي أو بيلعبوا رياضة في النادي. وحاليا طبعا دلوقتي شرف لي برضو أن أنا أرجع أخدم النادي كمساعد مدير قطاع الناشئين، فيعني نتمنى أنها تبقى فترة مثمرة يعني زي ما كنت لعيب، بحيث أن احنا نقدر نخدم النادي طول ما قدامنا الفرصة دي، فده بيبقى شرف لينا طبعا. تمام، أنا مع النادي الأهلي حصلنا على بطولة الدوري العام سنة 2011، 4 كأس مصر، 3 تقريبا دوري مرتبط. كان عندنا مشاركة أفريقية واحدة في بطولة أفريقيا للأندية، قدرنا كانت في غينيا الاستوائية برضو، كانت قدرنا نحصل فيها على مركز ثالث، فده إجمالا للبطولات اللي كانت موجودة مع فريق الدرجة الأولى. طبعا اصعب بطوله كانت 2011 بطوله الدوري العام، لان طبعا احنا كانت ظروف البلد كلها كانت في السنه دي كانت صعبه جدا، فكنا بنعاني في التمارين ان احنا نحضر التمارين وان احنا نحافظ على مستوانا في الظروف اللي كانت موجوده في السنه دي. البطوله كانت بتلعب طبعا برضو في طنطا، كانت بطوله صعبه لان هي كانت اتعملت من كان على نظام الدوري القديم مش الدوري اللي موجود دلوقتي، كانت دوره مجمعه، فانت كنت مطالب تكسب الخمس ماتشات ورا بعض، كنت بتلعب فرقه طبعا كلها جامده جدا، فدي طبعا كانت بالنسبه لي كانت بطوله مميزه جدا. بالنسبه للمشاهدين والجماهير، انا دايما يعني دايما بقول ان السبب الرئيسي لاي لعيب بيلعب او اي حد بيقوم بدور سواء مدرب او مسؤول في النادي، ان انت كل شغلك في الاخر بتشوف نتيجته لما تلاقي الجمهور مبسوط. تمام، لما تلاقي الجمهور مبسوط ان فرقته بتكسب، مبسوط ان هو شايف النادي بتاعه في مركز اول، ده المركز اللي هو دايما متعود يشوف النادي فيه، متعود يشوف النادي دايما بيدي المثل سواء في الرياضه او في القيم او في الاخلاق، في اي مواقف لازم تبقى انت على مستوى النادي الاهلي. فهم دايما زي ما بيقولوا كده ايه قدام عينينا. تمام، حتى لما بنيجي نتكلم مع سواء اللعيبه او المدربين، احنا بنقول لهم ان احنا ورانا جمهور كبير، ورانا ناس متابعانا، ورانا ناس عايزه تشوفنا دايما في مركز اول عشان خاطر نبسطهم. تمام، فده طبعا الداعم الاول او بيقول اللعيب رقم واحد دايما هو الجمهور. تمام، فاحنا يعني الفكره دي بالنسبه لنا ثابته وشغالين عليها على طول، ان دايما اي حاجه احنا بنعملها هي رقم واحد لاسعاد الجمهور، عشان خاطر انت بتلعب رياضه عشان خاطر الناس تشوفك، تبقى في الاول وفي الاخر هي مبسوطه بالنادي اللي بتشجعه. تمام، فطبعا لما يكون ليك قاعده جماهيريه زي النادي الاهلي، ده بيحط عليهم عبء كبير وتركيز ان هم لازم يطلعوا احسن حاجه عندهم، سواء مدرب سواء لعيب او سواء اي عنصر من عناصر الاداريين او اي حد بيشارك في المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي.